بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 26 من الكتاب 23 كتاب المساقاه، باب تحريم الاحتكار في الأقوات. وقبل أن ندخل في هذا الباب، سقط بالأمس حديث نقرأه، وهو الحديث قبل الأخير في الباب الذي قبله، باب السلم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع بعد 204,000. في باب السلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. باب تحريم الاحتكار في الأقوات. والاحتكار هو جمع السلعة من السوق وعدم بيعها حتى يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها باعها بالسعر العالي، يبقى يجمع السلعة من السوق ثم بعد ذلك لا يعرضها حتى يزداد احتياج الناس إليها، وكلما ازداد احتياج الناس إليها ارتفع سعرها فيبيعها بالسعر المرتفع، هذا يسمى الاحتكار. إن كان في الأقوات فهو حرام بالإجماع، إن كان في القوت حرام بالإجماع، أما إن كان في غير القوت فيكون بين الكراهة والإباحة. هذا في الفقه القديم. الفقه القديم، عارف الفقه الحديث، الاحتكار مطلقا حرام. لماذا؟ لأن البنزين ليس قوت، ارفع سعر البنزين يرتفع سعر الطعام، لأن وسيلة نقل الطعام، فأصبح اللي يحتكر البنزين دلوقتي في زماننا ده محتكر، لأنه يؤدي إلى ارتفاع سعر القوت. يعني بمجرد لما بيرفعوا سعر البنزين اللي هو بيستعمل في إدارة محركات السيارات اللي بتنقل البضائع، بيرتفع سعر كل شيء، مش كده ولا لا؟ تبص تلاقي سعر الخضار ارتفع وسعر القمح ارتفع وسعر، يقول لك عشان وسائل المواصلات البنزين غلي، مش كده برضو؟ أصبح الآن البترول ومنتجاته كالقوت في الإيه، في الأزمنة القديمة. لماذا؟ لأن مجرد رفع سعرها يرفع حتى أسعار القوت، واضح؟ فيبقى في زماننا الاحتكار في أي سلعة حرام قطع، خلافا للمذاهب القديمة، لأن المذاهب القديمة كانت وسائل المواصلات مين؟ هي الحيوانات اللي بتأكل أيضا من القوت، فهمت؟ فلما أرفع أنا سعر القوت هؤثر حتى على وسائل نقل القوت، وهي الحيوان الدابة اللي بتأكل من هذا القوت، فهمت المسألة؟ انما الان وسائل المواصلات ليست لا تاكل القوت، ولكن تاكل ايه؟ البنزين والسولر والحاجات دي. فاصبح البنزين والسولر كان كالقوت بالنسبه للدواب القديمه، فهمت؟ وبالتالي اصبحت كل منتجات البتروليه احتكارها حرام. شوف قد ايه بقى. وبعدين تشعب احتياج الناس، اصبح كل شيء بقى بالنسبه للناس مهم. يعني حتى لو احتكرت شركة اتصالات تحتكر ايه؟ الموبايلات. الموبايلات اصبح ضروري لحياة الناس وقضاء حوائجه. ليه؟ لان انا بقضي حوائجي ومصالحي عن طريق الاتصال بالتليفون. ممكن اقضي حوائجي واعقد صفقات تجارية واتفق على اعمال، فلما اجي ارفع سعر المكالمات واحتكرها اقع في الحرمه. ليه؟ لاضيق على الناس معايشه.
هضيق على الناس معيش. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي في زماننا الاحتكار حرام مطلقا، فان كان في الاقوات يكون من الكبائر، وان كان في غير القوت يكون حرام من الصغائر، ولا توجد له صورة مكروهة، بل هو في الحرام بس بين الكبيرة والصغيرة. هذا في الفقه الحديث على فهمي والله أعلم. هذا على فهمي والله أعلم. أما لما تيجي تقرأ في الكتب القديمة يقول لك إيه، الاحتكار في القوت هو بس اللي حرام، أما في غير القوت في الثياب، في القماش، في الزيت، في السكر، ده مش قوت، يبقى يجوز على المذاهب القديمة. فهمت بقى؟ لكن احنا دلوقتي اللي يحتكر في السكر حرام برضه، لانه دخل في احتياجات الناس، اصبح ضروري في حياة الناس. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي لما تيجي تاخد الفقه القديم لازم تراعي مصالح الايه؟ وتغير احوال واعراف الناس ومصالح الناس. يعني ايام زمان ما كانش عندهم شاي ومش محتاجين سكر، وبالتالي يحتكر السكر مش مشكلة، البيت ما يبقى من غير سكر مش مشكلة. الوقت الفقير يبقى ما عندوش طعام وجعان يقوم يشرب كوباية شاي، يحط عليها معلقة سكر ويشرب كوباية شاي، يحس انه خلاص الحمد لله جات له طاقة. أصبح السكر كالقوت عند الفقير. تقدرش تقول بقى السكر دلوقتي، أصل زمان لم ينص الإمام أبو حنيفة على السكر، ما ينفعش. ما أيام الإمام أبو حنيفة كان غذائهم وطريقة حياتهم مختلفة عنا. فلازم الفقيه ينظر لايه؟ لاختلاف الاحوال والاعراف. فهمت بقى يا سيدي؟ لان في تجار كده ينظر للفقه القديم ويتاجر في حاجه غير القوت ويحتكرها، ويبقى كده ضميره مستريح، يقول لك انا ما بعملش حرام، ده قالوا مكروه ومباح بين الكراهه والاباحه، احنا ما عملناش حرام والحمد لله، هو واقع في الحرام لانه ضيق على الناس معيشه. لان النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، واي شيء يضر بالناس يكون حراما قطعا. فهمت؟ يعني اللي هيحتكر حتى ايه؟ ادوات الكمبيوتر. الكمبيوتر ده دخل في كل حياتنا، حتى لدرجه ان الدراسه في الجامعه الطلبه ما يعرفوش يدرسوا لما يدخل على النت ومش عارف ايه، وعنده كمبيوتر في بيته، عشان لدرجه ان بعض الامتحانات بتتم وانت في بيتك على الكمبيوتر عن طريق النت. فاصبح الكمبيوتر شيء ضروري لمصالح الناس. فيش شركة بتدار إلا عن طريق شبكة كمبيوتر. مفيش أي يعني تذاكر للطيران وللسفر والسكة الحديد وكل حاجة، ومفيش ما يعني حتى مرتبات الحكومة والمعاشات كله عن طريق الكمبيوتر. فيجي لك واحد يحتكر أدوات الكمبيوتر ويقول لك أصل الكمبيوتر مش قوت. فهمت إزاي؟ نقول له أنت غير فقير، لانه دخل حتى في ضبط القوت. تصدق انت بتعطي التموين دي اللي بيعملها لك الكمبيوتر، اللي هي اصلا بتوزع على الناس القوت، بيعملها الكمبيوتر. فلما تيجي انت تحتكر في كل شيء، اصبح حياتنا من كثرة تشابكها اصبح ارتفاع سعر اي سلعة يؤثر على القوت. فيبقى الاحتكار في زماننا حرام مطلقا، ولا يوجد له صورة مكروهة أو مباح، ولكن إذا أثر على القوت مباشرة فيكون حرام من الكبائر، وإن أثر على القوت بطريقة غير مباشرة فيكون حرام من الصغائر. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سيدنا سعيد بن المسيب كان يرى مثلا أن الاحتكار في القوت اللي هو القمح والشعير والبر والتمر والزبيب هو ده بس اللي حرام، فبقى يتاجر في الزيت ويحتكر. سيدنا سعيد بن المسيب كان يعمل كده. أقول أنا أقلل بقى سيدنا سعيد وأحتكر في الزيت. فهمت؟ ما ينفعش، لأن كان في زمنه كده. الناس ممكن تستغنى عن الزيت خالص. يعني ممكن الواحد يقعد في بيته كده ما عندوش زيت شهر واتنين ما يتضايقش. طب أنت جرب كده في بيتك واقعد من غير زيت كده شهر واتفرج. فهمت إزاي؟ العيال هتجوع ومراتك هتتخانق منك وتخلعك وترفع عليك قضية والدنيا تخرب. ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما ينفعش ان انا انقل الفقه القديم والفهم القديم انقله بحذافيره في ايه؟ بعد 1000 سنة تغيرت الطباع ما ينفعش. لازم افهم الواقع وتغير العرف وعادات الناس
وابتدي ايه افهم النصوص الشرعيه على هذه الاحوال. فهمت؟ واحنا بنعيب على السلفيه والوهابيه ان هم عايزين ينقلوا زمن النبي كما هو كده اهو، والعادات القديمه يجيبها في القرن اللي احنا عايشين فيه، وده ما ينفعش. العادات تغيرت والزمن اتغير ووسائل المعيشه اتغيرت، فازاي احنا نعيش منهج النبي وما نعيش زمن النبي؟ ما نعرفش نعيش زمن النبي. تقدر انت تعيش زمن النبي؟ ما ينفعش. ده احنا النور يتقطع عننا ساعتين بنضيق ذرعا، نستحملش. وهم ما كانش عندهم كهرباء اصلا وعايشين مبسوطين، فاهم؟ يبقى احنا ما نعرفش نعيش زمن النبي اصلا. فيبقى ايه، لازم نعرف مقاصد الشريعه ونبتدي نفهم النصوص الشرعيه مع مراعاه مقاصد الشريعه وتغير العرف. ادي معناه ايه الخطاب الديني اللي يناسب كل زمن وعصر. اما تضييق الفهم على الفهوم القديمه وينقل لي فتوى لابن تيميه في القرن السابع الهجري ويقولها في القرن الخامس عشر الهجري، يبقى ده لا هو بيعرف ابن تيميه ولا بيعرف الدين ولا، وهيؤذي ابن تيميه نفسه لان الناس هتزعل من ابن تيميه. ده انا بقوله رحمه الله يقول له متشدد. يمكن انت لو كنت في زمن ابن تيميه كنت تقتنع بفتوته، كان حاله كده. فهمت؟ فهم اذوا حتى ابن تيميه لان نقلوا فتاويه كما هي بحذافيرها وكانه نبي مرسل، وصارت فتاوى ابن تيميه كانها نصوص حديثيه. وده خطا، ده فهم فقيه، وفهم الفقيه يتاثر بايه؟ بعصره وباعراف الناس وبالبيئه التي نشا فيها. فما ينفعش ندرس ايه؟ ندرس اراء بس مع مراعاه تغير الاحوال. فناخد بالنا من الحكايه دي. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث ان معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فانك تحتكر، سعيد بن المسيب يحتكر في الزيت، يجيب الزيت يروح مجمعه من السوق ويشيله في المخازن عنده لحد ما كل الزيت يخلص في السوق يرتفع السعر يروح بيعه. فاهم؟ فقالوا بس انت بتحتكر ازاي، انت بتروي حديث بتقول من احتكر فهو خاطئ وانت بتعمل فانك تحتكر. قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ايضا. يبقى المقصود اللي من احتكر القوت فهو خاطئ، والزيت ليس قوتا. فهمت؟ يبقى دي معنى كلامه، كانه قيد الاحتكار بالقوت. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. انظر بقى نص كلام النبي وانظر لفهم الفقهاء، لاقي نص كلام النبي صالح لكل عرف وزمان. شوف نص كلام النبي واسع. النبي قال ايه؟ لا يحتكر الا خاطئ. حدد الاحتكار في ايه؟ عشان تعرف ان النص يشمل كل فهم وكل عصر. فهمت بقى المسألة؟ فنص كلام النبي أعلى وأوسع من فهم الفقيه. أو معمر أو الفقيه اللي بيروي فهم إن لا يحتكر القوت بس. وسيدنا سعيد بن المسيب لا معمر بيعمل كده قالوا أنا عامل زيه. فهمت؟ خد بالك من الحتة. قال لا يحتكر الا خاطئ. وعن ابي قال قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن ابي معمر احد بني علي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. العجيب بقى ان ابن تيميه ذهب الى ان الاحتكار حرام مطلقا في القوت وغيره. فابن تيميه برضه كان سابق عصر. ابن تيميه في المساله دي كان سابق عصر. فهمتني بقى المساله؟ لان الشافعيه في اصل مذهبهم الاحتكار الحرام هو في القوت بس، زي ابو حنيفه. في اصل مذهبهم، وكذا الحنابله في اصل مذهبهم. وابن تيميه بس عشان تعرف ان ابن تيميه برضه له فتاوي مضيئه. كما له انه له فتاوى غير مناسبه لعصرنا، له فتاوى مناسبه لعصرنا. فكل عالم يؤخذ منه ويرد. مفيش عالم اخطأ في كل فتاويه، ومفيش عالم اصاب في كل فتاويه.
لكن هم اساءوا لابن تيميه الجماعه الوهابيه دي، ان جعلوا ابن تيميه ده دليل من ادله الشرع. ايه ادله الشرع عندهم؟ القران والسنه وابن تيميه والاجماع. حطوا ابن تيميه من دليل ادله الشرع، ما ينفعش. ابن تيميه فقيه وليس من اصول ادله الشرع الشريف رحم الله الجميع. باب النهي عن الحلف في البيع. وانت بتبيع وتشتري مفيش داعي تحلف. والله يا شيخ دي افضل بضاعه عندنا، والله احنا جالنا فيها سعر بكذا، ويوم ينفق سرعته بالحلف. احيانا الصادق والكاذب ما ينفعش، يمحق البركه. كثره الحلف في البيع والشراء يمحق بركه الايه؟ البيع. الامام الشافعي كان من مناقبه يقول ايه؟ ما حلفت لا صادق ولا كاذب الى ان ايه، وبيقول كده على فراش موتي الى وقتي هذا، يعني الى كانه بيقول ما حلفتش طول عمري لحد ما اموت اول. فكان الناس تعتبر ان الحلف ايه؟ ضد المروءه، لان ما يحلفش الا اللي شاعر انه كذاب. انما الصادق مش محتاج يحلف، يقول وخلاص. ففي التجاره الحلف قبيح جدا في اثناء التجاره. ليه؟ يمحق بركة البيع. النهي عن الحلف في البيع. وعنه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح، يعني يرفع البركة. صحيح الحلف هيخلي الانسان يصدقك فيشتري منك، ان دي افضل سلعه وان ده اقل سعر في السوق. والله يا شيخ دي افضل سلعه واقل سعر في السوق، لما تقول له كده الراجل يصدقك يروح شاري منك. فهمت؟ يبقى دي ايه؟ منفقه للسعر، لكن ايه؟ في نفس الوقت ممحقه للبركه للربح. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال اخبرني حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن معبر بن كعب بن مالك عن ابي قتاده الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يجعلك تبيع، لكن معاه يمحق يعني يهلك البركة يمنعها. يبقى المحق غير السحق على فكرة، المحق هو الإزالة بالكلية بحيث لا يترك لها أثر، إنما السحق الإزالة مع ترك أثر. فالنبي عبر بالمحق ولم يعبر بالسحق ليبين أنه يزيلها بالكلية حيث أنها لا تترك حتى أثر. دي كل ده إيه؟ حتى تمتنع تماما عن أنك أنت تحلف في الأسواق. باب الشفعة. والشفعة لها معنى عرفي معنى شرعي، وهي ايه؟ حق تملك قهري، يعني قضائي، يعني قهر القضاء، حق تملك قهري للشريك القديم على الشريك الحادث بايه؟ بنفس العوض. دي الشفعة. والشفع جاي ايه؟ من الضم. يقول لك شفع الشيء الى شيء يعني ضمه، وجاي من الشفاعه اي يشفع ايه في حقه فياخذه بالشفاعه. فاهم؟ فجاي من الشفعه وجاي من الشفاعه، جاي من الشفع يعني الضم، وجاي ايه من الشفاعه يعني التوسط لفعل الخير ومنع الضرر. لان هي اما نبقى احنا شركاء في أرض بالمشاع أنا وأنت، تيجي أنت عايز تبيع لابد تاخد إذني. أدي معنى الشفعة، لابد تاخد إذني الأول. ليه؟ لأن أنا أحق بالشراء من أي أجنبي تجيبه لي منك. فهمت إزاي؟ فإن لم تستأذني وذهبت تبيعها لإنسان آخر وأنا علمت من حقي إن أنا أمنع هذا العقد وأشتري بنفس إيه؟ أدي معنى الشفعة. فيما لم يقسم. تكون ايه؟ فيما لم يقسم، وتكون في غير المنقول في الراجح، تكون في العقار. اما المنقول فلا شفعة فيه،
الا عند عطاء ابن ابي رباح، عنده الشفع في كل الاشياء مطلقا، حتى الثياب والمنقولات. فهم؟ لكن المذاهب الاربعه الشفع لا تكون الا في العقار وفي الارض، يعني في غير المنقول، وفيما لم يقسم. اما اذا وضعت الحدود فلا شفعة، الا عند الاحناف اجازوا الشفعة للجار بعد وضع الحدود، فجعلوا الشفعة للجار في مذهب الاحناف. لكن الشافعي قال لك الجار اولى بالشفعة. هذا الحديث وان كان ضعيف الاسناد الا انهم فهموا منه الجار اولى بالشفعة، اي الشريك، الجار يعني المخالط وليس الجار بمعنى المجاور. الشافعي فهم الجار اولى بالشفعة اي المخالط وليس المجاور، والاحناف فهموا المجاور، والقانون المصري اخذ بالاحناف، يعني الجار ممكن يشفع. يعني انا قاعد في شقتي وبعت انت الشقة اللي قدامي لواحد اجنبي ما نعرفوش، من حق ان انا ايه اروح للقاضي اقول انا عايز اشتري الشقة اللي قدامي، انا اولى، انا جار، فكان لازم يستأذنني لانه ممكن يأذيك، يبيعها لشبان مثلا مش متزوجين وانت اصلا ساكن في الشقه وعندك زوجتك وبناتك، وهيجي لك بقى شباب غير متزوجين يسكنوا قدامك هيأذوك وتتأذى منهم. فهمت؟ فممكن تتأذى. فالقانون المصري خد بمذهب الاحناف في المساله، اظن كده يعني. القانونيين بقى يراجعوا لنا المساله دي في القانون المصري الشفعه ويقراها ويشوف خد بمذهب الاحناف ولا ما خدش، بس انا اظن انه خد بمذهب الاحناف. باب الشفعه. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعه منزل يعني او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال في إيه؟ في ربعة يعني منزل عقاره أو نخل. طب والنخل غير منقول برضه لأنه في أرض، يبقى أثبت النبي إيه؟ الشفعة في غير المنقول. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. ربعة يعني منزل أو عقار، دي معنى ربعة، أو حائط يعني بستان أرض، يعني لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أحق به بالقضاء بقى. أدي عشان كده لك حق إيه؟ تملك قهري، حق تملك قهري يعني قضائي يجبر عليه يعني. طب افرض أن الشريك القديم أذن لك أن تبيع للغريب، كويس، ورحت بعت للغريب ثم رجع في رأيه، هل تثبت له الشفعة بعدما أذن أولا ثم عاد في رأيه أم لا؟ خلاف في المذاهب. ذهب الحنابلة إلى أنها لا تعود له الشفعة لأنه وافق أولا، فالحنابلة عندهم لا تعود له الشفعة لأنه أذن، وعند الجمهور قال لك لا تعود له الشفعة من حقه ما زالت له. فهم؟ وأظن أن القضاء خد بمذهب الحنابلة عشان ما يبقاش في تلاعب في المسألة، لأن ممكن يأذن لك وبعد شهرين ثلاثة ولا سنة يقول لك لا أنا عايز، فمش هتستقر الأسواق ولا العقود، فخدوا بمذهب الحنابلة عشان تستقر الأسواق والعقود. فهمت بقى إزاي؟ فإذا رضي وعلم ولم يثبت أنه كان غائبا يبقى ايه؟ سقطت عنه الشفعه، حقه في الشفعه. لكن لو كنت انا مسافر ولو مر على العقد ده عده سنوات، بس انا كنت مسافر ولم يعلمني وقعدت عده سنوات، فجيت بعد عده سنوات وجدت انه من عده سنوات
باع ايه ما بيني وبينه لم تسقط عني الشفعة في الحالة دي، ليه يرفع قضية واخدها برغم انه باعي من عدة سنوات، بس اثبت للقاضي بالباسبور بتاعي ان انا كنت خارج البلاد في الفترة دي، اني ما كنتش موجود. فهمت؟ اه بنفس السعر ولا بنفس السعر؟ لا بنفس السعر القديم ساعة ما تصرف. ما اصل هي جاي عقوبة، هي عقوبة ليه؟ لان ما يصحش انك انت تدخل تشتري شيء مشاع في شركاء وانت تعلم ان فيها شركة، يعني انت تجرأت برضه وانت راجل اجنبي عنه. فهمتني؟ كان يفضل لك، يفضل حتى تتجنب مثل هذا، لان ممكن تغرم تشتري دلوقتي وبعد عدة سنوات الناس اللي مسافرين ييجوا ياخدوها بنفس السعر القديم، يبقى انت كده غرمت، دفعت وخدت نفس اللي دفعته بالرغم ان ارتفع سعرها. فاهم؟ وبالتالي اتعملت الحاجات دي ليه؟ عشان تمنع الانسان الغريب ان يدخل في شركة فيها مشاع ويشتري دون ان يحتاط ويعلم الاخرين، عشان يطمئن انه تملكها، والا هيبقى تملكه معلق، في اي لحظه يجي واحد يرفع قضيه وياخدها منه بنفس السعر اللي دفعه. فهم؟ كل ده علشان لا تبع على بيع اخيك، واخد بالك، ولا تؤذي جارك، كل الحاجات، لان دي كلها حاجات محرمه، لانها تؤدي الى الشقاق والنزاع والايه والبغضاء بين الناس. وعنه به قال: وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط. شوف كل الامثله اللي قالها النبي ايه في غير المنقول، ارض او عقار، عشان كده الجمهور قال لك ايه في غير المنقول، انما جاء عطاء بن ابي رباح اسهى على ايه؟ على الكل، قال لك حتى المنقول كمان. لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فياخذ او يدع، فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه. يعني انت لو رايح تشتري وعرفت ان في شركه لازم تقول للبائع، لابد انك انت تخبر شركائك الاول وتثبت لي انهم موافقين. فهمت ازاي؟ ليه؟ علشان تتملك وتطمئن ان مفيش نزاع. باب غرز الخشب في جدار الجار. وعنه به قال: لما يبقى جارك عايز يعمل سقف وانتوا جيران بجدار بينكم، فجارك عايز يسقف بيته فيحتاج ان يضع الخشب بتاع سقف جداره على جدارك علشان يسند ويسقف كده، فده من باب ايه؟ من باب حسن العشره ومن باب المواساه ومن باب التعاون على البر والتقوى، فبتقولش لا جداري ما تحطش خشبك فيه. فاهم؟ فلا ما ينفعش. ما ينفعش. طب يعني حرام؟ قال لك لا مكروه بس عند المذاهب الايه؟ معظم المذاهب ذهبت الى ما عدا الحنابله الى انه نهي تنزيه، والقرينة الصارفة عن التحريم أنك حرية التملك، التصرف فيما تملك، دي قرينة. ويبقى النبي لما أمر أمر على سبيل النصح والإرشاد لا على سبيل الوجوب. واضح؟ ذهب المذاهب على هذا. لكن سيدنا أبي هريرة وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ذهبوا إلى وجوب ذلك. فهم؟ يأثم. يبقى العلماء التانيين غير دول قالوا إن ده الأمر بانك انت تسمح لشريكك او جارك انه يغرس خشبه على جدارك، هذا الامر للايه؟ للاستحباب وللندب، وانك لو امتنعت تبقى وقعت في الكراهه ولم تقع في الحرمه. وايه القرينه الصارفه عن التحريم؟ حريه التملك فيما تملك، لانك بتتصرف فيما تملك. انا حر يا اخي. فهمت؟ دي المساله.
لكن في مذاهب تانية قال لك لا، ده واجب عليك انك انت توافق على ذلك وتأثم ان منعته. واضح؟ باب غرز الخشب في جدار الجار. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة: ما لي اراكم عنها معرضين يا اهل المدينة. يعني يقول لأهل المدينة انتوا ليه ما بتعملوش كده، ما تتواسوش مع بعضكم، ما لي اراكم عن هذه السنة يعني معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم عشان أخلي ضميركم يأنبكم. والله هقول لكم كلام النبي كده عشان ضميركم يفضل مأنبكم. فهمت إزاي؟ لأن أهل المدينة كانوا يروا أنها كراهة التنزيه وليس التحريم. فهم؟ لكن سيدنا أبو هريرة قال لا، دي واجبة بقى. وعنه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه. باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها. طبعا الظلم ظلمات يوم القيامه، وربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تظالموا، والظلم ظلمات يوم القيامه. عيل كده صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، أي كده. فتبعد عن الظلم. وغصب الأرض وغيرها دي أنواع من أنواع المظالم. أنواع من أنواع المظالم. غصب الأرض أنك تأخذ ما ليس حقك. وتحوزه وتنتفع به. وهو ليس حقك، ده اسمه غصب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ياخد شبر أرض ظلم، شبر أرض، ده بياخدوا فدادين، بياخدوا ضياع ضخمة، والنبي يقول شبر أرض. ده ساعات كمان إيه ملعون من غير إيه حدود الأرض، مش كده برضه؟ ده في ساعات في الأرياف يروح ناقل لك الحديدة في الليل، يحفر يحفر ينقل الحديدة علشان ايه؟ يزود مساحة الأرض اللي بيزرعها. دي مصيبة. يفضل ملعون، وكل بقى ما يزرع ويطلع منها ياخد رزق حرام. ويوم القيامة يطوق هذا الجزء اللي أخذه حقيفر قبله. يوم القيامة أمام الخلائق. فربنا ينجينا. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الوقت يعمل ايه؟ يبقوا عاملين رصيف الناس تمشي عليه، يقوم يروحوا عاملين عند الرصيف اللي الناس هتمشي عليه جامع ومصلى. طب ما هو الجامع ده بقى على ارض مغصوبه، الصلاح فيه باطله عند مذهب الحنابله، ولا ثواب له، دي ارض مغصوبه. عايز تبني جامع ما تغتصبش ارض، اشتري ارض بمالك وابني جامع. لا ده عايز يبني جامع ومش من ارض شريه. ويا ما احنا شفنا المناظر دي بقى. يروح جاي لك على ايه؟ على الارض اللي تبع الري ويبني عليها مسجد، والارض اللي تبع حريم السكه الحديد ويبني عليها مسجد. واحنا بنيجي كده في الطريق اللي من ورا ده جنب المقابر وطالعين على المقط، بتلاقي جامع مسمينه مسجد التوحيد، واخدين كل الرصيف، واخد بالك؟ يعني علشان تمشي لازم تمشي في بحر الشارع عشان عربيه تدهسك. طب ودي يرضي ربنا؟ والرصيف ده ملكك عشان تجيب ناس بنايين يبنوا ويدخلوه في تجويف المسجد، او كل ده هو في باني مسجد لكن هيجي يوم القيامه يطوقه من رقبتي، وحاطين صندوق تبرعوا لبناء مسجد. احذركم ان تتبرعوا في بناء المساجد اللي على الاراضي المغصوبه، بل لا يجوز الصلاه فيها اصلا، بل لا يجوز الصلاه فيها اصلا. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من هذه الامور. حرام اللي بيحصل ده. مش تقول عشان مسجد بقى تبقى حلال، لا الله طيب لا يقبل الا طيب،
عايز تبني مسجد اشتري من حر مالك ارض وابني، انما تروح تجيب لي تحوط لي في الشارع وتضيق على الناس وتعملها مصلى، الاول تحوطها وبعد كده لما الناس تعتبر ان هنا مكان مصلى تروح بنيها، وبعد ما تبنيها تسلحها، وبعد ما تسلحها تبقى مسجد رسمي وتضيق على الناس معيشه، ما ينفعش الطريقه دي. فالمهندس اللي في الحي المفروض يزيل هذا وضميره مستريح. بعض مهندسين الحي بيبقى جاهل يقول لك بس انا هروح اكسر مسجد، ضميره يأنبه. لو متعلم الفقه يروح يكسره وضميره مش مأنبه، فاهم؟ يوم نمنع التعديات اللي بتحدث على الاراضي. ما ينفعش ان انا اجي في بحر شارع الناس راحة جاية وابني ايه مسجد، زي ما كانوا برضو ايام ايه في رابعة جم في ميدان مطروق، الناس راحة جاية بتقضي مصالح، يقعدوا ويعملوا خيم ويعملوا كحك العيد ويصلوا، بيقول لك احنا بنصلي يا جماعه، روحوا يا جماعه صلوا، المساجد كتيره. يقول لا بنصلي، بيمنعونا من الصلاه يا جهله، الدين ما قالش كده. يطلعوا على كوبري 6 اكتوبر عايزين يصلوا التراويح والتهجد فوق كوبري 6 اكتوبر، بتمشي بيه العربيات، حاجه لا تتصور. هو ده الدين؟ اتعلموه فين الدين ده؟ اي دين ده اللي بيقول كده؟ انك تيجي في الطريق تمشي في السيارات وتقف تعمل صفوف وجماعه الله اكبر ويقرا ربع قران وربعين قران والعربيه واقفه بيب بيب عايزين نمشي، مفيش فايده. ايه ده؟ دين ايه ده؟ كرهوا الناس في الدين، ما ينفعش. يبقى اغتصاب الارض حرام، فهمت ازاي؟ ولو كانت من اجل بناء المساجد، شوف قد ايه حرام قطع. وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان اروى خاصمته في بعض داره. سعيد بن زيد ده من العشره المبشرين بالجنه، زوج اخت سيدنا عمر بن الخطاب وابن عمه. اروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. زي ايه يعني؟ اتقي دعوة المظلوم مستجاب. هي ظلمته ومرضاش ينازعها، قال انت عايزه دي؟ انا شايف دي مش من حقك، لكن خديها ويا رب، ودعا وهو مظلوم فربنا استجاب دعوته. فالانسان يتقي الله ولا ياخذ ما ليس حقه. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان بن الحكم. قال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى انا معقول يعني اتعدى على ارضها وانا عارف ان النبي قال الحديث ده وما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين. فقال له مروان لا اسالك بينه بعد هذا، فقال اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت. وعن ابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير
عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك، فذكر ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم قيد شبر، يعني قدر شبر، قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وعنه بيقال، وده استدل الفقهاء على أن الإنسان إذا ملك الأرض يملك ما في بطنها كمان، إذا ملك أرض، لأنه قال طوقه من سبع أراضين، يعني كان السبع أراضين مش بتوعه، يعني اللي هي طبقات الأرض يعني، فدل على أن مالك سطح الأرض يملك ما في بطنه، فهم؟ وعنه بيقال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. إحنا بنعمل إيه؟ بنحيي أرض. نحيي أرض يعني إيه؟ يعني حتة مواد كده الناس مش بيستفيد بيها، بنعمل فيها إيه؟ مشروع. مجموعة من الناس بتعمل مشروع. الأرض دي بنحتاج نبني مباني ونترك طرق علشان نمشي فيها. فلو حصل خلاف بين الناس في قدر الطريق دول، القاضي يحكم إن الطريق يبقى إيه؟ سبعة أذرع. سبعة أذرع ليه؟ ليه النبي عملوا كده؟ قال لك علشان على حساب إن السبع أذرع دول، إن لو جمل ماشي محمل وجمل تاني راجع، يبقى كأنه طريق رايح جاي يعني. فهمت إزاي؟ ما يوقفوش يستنوا دول بعض. ما يبقاش طريق ضيق بحيث لو جمل جاي كده يقوم يستنى الجمل التاني اللي رايح الاتجاه العكسي لما ده يعدي. لا، يبقى الطريق رايح جاي. فشاف الجمل لما يبقى عليه رحل ومحمل بحمولة بيحتاج ثلاثة أذرع ونصف، والجمل التاني يحتاج ثلاثة، يبقى سبعة أذرع. فهمت؟ يبقى التحديد على حسب وسائل المواصلات. عرض الطريق مش ثابت على كده، وسائل المواصلات لما تختلف يختلف عرض الطريق. فاحنا دلوقتي خليناه مثلا 6 متر، وخليناه 12 متر، وخليناه 20 متر، كل حتة على حسب ايه؟ كثافة السكان وكثرة السيارات اللي تمشي فيها. على الأقل يتحمل مرور عربة إسعاف، عشان لو إنسان أصابه شيء تقدر تدخل عربة الإسعاف تنقله، وعلى الأقل يسمح لسيارة مطافي تمر، عشان لو حصل حريقة تمر سيارة المطافي تطفيها. إنما نعمل الطرق ضيقة كده بحيث إن الواحد واقف إيه يسلم على اللي قدامه في العمارة اللي قدامه، تنشر الغسيل واللي قدامك يروح شايله، ما ينفعش. زي ما بنروح في المناطق العشوائية بتلاقي المنظر ده، والله ما ينفعش، حرام. أولا فيها انتهاك لحرمات الناس، وفيها أيضا عدم قضاء حوائج الناس. تصور أنت ليك واحد قريب ومريض ومحتاج عربية إسعاف تيجي تنقله، وأنت ساكن في مثل هذه الأماكن، إزاي يدخل عربية الإسعاف؟ إزاي حتى لما يموت تدخل له عربية الموتى عشان تنقله حتى للمقبرة؟ يعني لا عارف يدفن ولا عارف يتعالج ولا عارف يعيش، فازاي تعمل كده؟ فهمت بقى؟ يعني تنظيم الطرق والمدن كان اول من اشار اليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيسير للناس في المعايش. فهمت بقى المساله؟ فلازم ناخد بالنا، يعني الناس اللي بيخططوا المدن لازم يراعوا مثل هذه الحقوق الادميه، ان تبقى الطرق اللي بين المباني تسع سيارات الاسعاف وتسع اتجاهين وتسع سيارات المطافي. كل الحاجات دي مهمة، لأن دي احتياجات بتحصل للناس. باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. وعنه بيقال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. ده في زمن النبي، أيام ما كان الجمال هي وسيلة المواصلات. يبقى سبع أذرع هنا العدد ليس مقصود بذاته، مش تيجي انت تخليه سبع أذرع وانت دلوقتي بتركب الجمل ولا بتركب السيارات. فهمت بقى؟ يبقى النبي هنا اختار ما يناسب العرف والزمان ووسائل المواصلات. ويبقى احنا الفقه بتاعنا اننا ما نلتزمش بالسبعة أذرع، لان العدد ليس مقصود بذاته، بذات السبعة. فهمت بقى ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم.
ونقف على كتاب الفرائض وهو علم المواريث غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.